السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، رحب فيكم في مساء الإمارات وعبر قناتكم قناة الظفرة يوم الخميس إن شاء الله بداية أسبوع. والله ما حاولت والله أقنعها ما نتكلم عن الموضوع بروحي. آسف مشاهدينا. سوي تصويت أولا على طاري التصويت. خلني أشكر كل شخص يتواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالظفرة. خبروني الخميس هو بداية أم نهاية أسبوع عشان نشوف عبد الله وبنشوف على شو الراهن. إحنا اتفقنا إن إحنا ما نتكلم في الموضوع خلاص ننهي ومع ذلك بروحي. إنزين ما حنتكلم عن هذا الموضوع، بنتكلم عن مواضيع أخرى عناوينها هذه الفقرات. نتابع الأسرة نواة المجتمع السليم، كيف نحميها من الأفكار المتطرفة والعنف؟ إيفنجرز وحليم أسطورة الشواطئ في دور العرض المحلية لهذا الأسبوع، هي آخر صيحات وقصات الشعر عند النساء. موضوع جدا يهمك، آخر صيحات الشعر اشتغلني به. ما قاعد أربي. مشاهدين ناخذكم إلى مسيرة الأخبار وزميل أيمن مصبح. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في نشرة الأخبار نقدمها لكم عبر شاشة قناة الظفرة لهذا اليوم، حياكم الله. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور جون بومبي جوزيف رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الاتحاد لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مليون دولار لمواجهة التهديد الذي تتعرض له الطيور من خطوط الكهرباء. وقال معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع العضو المنتدب لهيئة البيئة بأبو ظبي خلال مؤتمر مسارات هجرة الطيور الذي يعقد حاليا في العاصمة أبو ظبي إنه سيتم تخصيص مليون دولار أمريكي من صندوق أنشأه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحفظ الطيور الجارحة لتكون بمثابة نواة لمبادرة عالمية تسلط الضوء على الصعق بالكهرباء الذي تسببه خطوط الكهرباء كتهديد رئيسي للأنواع المهددة بالانقراض وبالتعاون مع اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة. وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مكرمة سنوية متجددة باقتناء كتب بقيمة 2.5 مليون درهم من دور النشر المشاركة في الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل كمساهمة من سموه في رفض مكتبات إمارة الشارقة بأحدث كتب الأطفال وأكثرها فائدة ومتعة في مختلف المجالات المعرفية. وفي هذا الصدد أكد سعادة أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أكد أن هذه المكرمة هي استمرار لمكرمات صاحب السمو حاكم الشارقة في الارتقاء بقدرات الأطفال وتنمية معارفهم، وتتيح لهم مواكبة أحدث العلوم والمعارف والآداب التي تشكل الكتب مصدرا لهم. أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ضرورة قيام المثقفين بشحذ جهودهم وشد بأيدي بعضهم البعض والحرص على تقديم قيمة معرفية وفكرية قادرة على صون المجتمع. كما رحب سموه بتلبية الدعوة التي قدمت له من قبل وفد جامعة ياجيلو وونسكي لحضور احتفالهم بمرور 100 عام على تأسيس معهد الاستشراق واللغة العربية في أكتوبر من العام المقبل 2019. جاء ذلك في كلمة ألقاها سموه اليوم أمام المشاركين في ملتقى حوار الحضارات والتقارب بين الشعوب والفائزين بجائزة الشارقة للإبداع العربي في دورتها 21.
ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة شركة دوبال القابضة الانعقاد السنوي الرابع للجمعية العمومية للشركة الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات التعدين والسلع والطاقة والكهرباء والمشاريع الصناعية. حضر الاجتماع الذي تم في ديوان صاحب السمو حاكم دبي سعادة سعيد محمد الطائر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء المجلس والمديرون وممثلون عن المساهمين من مؤسسة دبي للاستثمارات ومدققو الحسابات. واطلع سمو رئيس مجلس إدارة الشركة على تقرير تضمن شرحا حول أداء شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، وتحدث التقرير عن النتائج الطيبة التي تحققت في العام الماضي والمراحل المتقدمة في العمل الجاري في كل من مشروع مصفات الألومنيا بمنطقة الطويلة ومنجم البوكسايت والمصفاة في دولة غينيا في الغرب الأفريقي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كرم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة صباح اليوم الفائزين بجائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها 15 لعام 2018. وبدأ الحفل الذي أقيم بمسرح قصر الثقافة بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم شاهد الحضور عرضا مرئيا تناول أهمية التطوع وآثاره الإيجابية في المجتمع في مختلف المجالات. أطلق معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية مساء أمس ديوانه الشعري الأول بعنوان زئير في جزيرة العرب في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب. حضر إطلاق الديوان معالي أحمد بن جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي. وتضمن الديوان الشعري 80 قصيدة تتغنى بالوطن والعزة والقيادة وتفتح الباب على الجانب الإنساني والوجداني، والتي نسخ خلالها الشاعر بلغة بليغة على إيقاع الوزن والقافلة أبيات شعرية تذكر فضائل قادة الدولة الحكماء. حضرت معالي حصة بنت عيسى أبو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة معرض حق الليلة الذي يقام في ديوان الوزارة في دبي بمشاركة 20 أسرة إماراتية منتجة وأصحاب الهمم الذين أبدعوا بإنتاج منتجات تراثية خاصة بالمناسبة من المأكولات الشعبية والملابس التراثية والحرف اليدوية، تزامنا مع استعدادات الدولة للاحتفال بفعالية حق الليلة والتي تعتبر موروثا شعبيا يبعث البهجة في نفوس الصغار والكبار، تسمو فيه العلاقات بين محيط المجتمع الإماراتي التي تمزج بين عبق الماضي وأصالة الحاضر. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تبرع جديد بقيمة 220 مليون دولار أي ما يعادل 60 مليون دولار أمريكي، وذلك استمرار لجهودها لرفع المعاناة عن الشعب السوري. جاء ذلك في كلمة لمعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي خلال ترأسها لوفد الدولة المشارك في أعمال مؤتمر بروكسل الثاني حول مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد أمس وأول أمس برئاسة مشتركة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بهدف تعبئة الموارد لتقديم الدعم الإنساني للسوريين سواء داخل سوريا أو في البلدان المجاورة. أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن قرار الهيئة العلمية ومجلس أمنائها بمنح لقب شخصية العام الثقافية في دورتها 12 لمعهد العالم العربي في باريس. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا اتصالا هاتفيا اليوم مع سعادة الدكتور علي بن تميم الأمين العام للجائزة والذي أوضح لنا التالي. لا شك أن أولا لعل واحد من العناصر الأساسية في نجاح هذه الجائزة أنها تسمت على اسم شخصية عظيمة ومهمة وأساسية اتسمت بالتنمية وبالبناء، أقصد الراحل الكبير الشيخ زايد سلطان هيا. هذا الأمر هو أحد مرتكزات النجاح المهمة. الأمر الثاني يتصل بلا شك بالموضوعية والنزاهة التي عملت عليها الجائزة طيلة سنواتها السابقة، أضف إلى ذلك تلك يعني المراحل الدقيقة جداً فيما يتصل بلجان
التحكيم وأسس وقواعد مقاربة الكتاب وحتى الفائزين بشخصية العام الثقافية وحتى بدور النشر. هذا العمل في الواقع تكلل قبل سنوات بانطلاقة فرع جديد وهو الثقافة العربية في اللغات الأخرى. إذن أيضا الجائزة تبحث عن تلك الدراسات التحليلية للثقافة العربية في اللغات الأخرى في 5 لغات أخرى. ثم أمر ينبغي التوقف عنده مليا لأنما يجري في الدراسات في اللغات الأخرى في الإنجليزية وفي على سبيل المثال الفرنسية والألمانية ربما يكون مهما وأهم بكثير مما يجري أحيانا في الدراسات في العالم العربي. هذه سنة فاز المعهد العالم العربي لدوره الأساسي والمهم سواء كان في باريس وتقبله وتفاعله مع الثقافة العربية وحتى بحلقة الوصل وبتكسير الجسور بين الثقافة العربية والثقافة الفرنسية. أما حول مشاركة جائزة الشيخ زايد للكتاب في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في دورته 28 أوضح سعادة بن تميم التالي: تتمحور كثير من الفعاليات واللقاءات وأطلقت كثير من الكتب حول شخصية الراحل الكبير الشيخ زايد السلطان لتكشف أولا عن تلك يعني المعالم القيادية التي تمتع بها وقاد التحول الضخم في المنطقة وحول الواقع ثقافة الصحراء وثقافة البحر إلى موطنا للبناء وموطنا يعني للإنجاز. إذن كما أن حضور الجائزة في خضم هذه الفعاليات المهمة جدا التي تحتفي الواقع بالكتاب لتقدم للقراء يعني تلك الكتب التي كشفت أيضا عن فوزها بالجائزة سواء كان في معرض في فرع الآداب وحتى التنمية بناء الدولة أو في فرع طفل أو ترجمة أو حتى دار النشر. إذا تكشف الجائزة أيضا عن يعني معاييرها الواقع النوعية التي جعلتها تختار هذه الكتب وتعلن عن فوزها دون غيرها من الكتب. أطلقت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي جائزة معالي القائد العام لشرطة أبو ظبي للصحة والسلامة المهنية بهدف تعزيز هذه الثقافة في كل مكان في العمل تحقيقا لخطتها الاستراتيجية ضمن رؤية الحكومة الرشيدة وتماشيا مع التطلعات العالمية للتنمية المستدامة. وكانت شرطة أبو ظبي قد أقامت احتفالية اليوم تزامنا مع اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية في مكان العمل 2018 تحت شعار جيل آمن، نظمتها إدارة الجودة والتميز في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي. أما الآن مشاهدينا نتابع إغلاقات أسواق المال الإماراتية في ختام تعاملات أسهم شركاتها المدرجة نهاية هذا اليوم ونهاية هذا الأسبوع. وهذه نظرة سريعة على درجات الحرارة المتوقعة في مدن دولة الإمارات ليوم غد الجمعة بمشيئة الله تعالى. وقبل الختام مشاهدينا هذه دعوة من منبر قناة الظفرة بزيارة معرض أبو ظبي الدولي للكتاب بما يحتويه وما ترفده الكثير من أرففه من كتب وثقافة في هذا المعرض والذي يختتم أعماله في الأول من مايو من العام الجاري. إلى هنا مشاهدينا نصل لختام نشرة الأخبار قدمناها لكم عبر شاشة قناة الظفرة. نشكركم على كرم الإصغاء وطيب المتابعة مع بقية فقرات برنامج مساء الإمارات. إلى أن نلتقي إن كان في العمر بقية بإذن الله، لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل التحيات، في رعاية الله.
مشاهدينا مرحبا بكم من جديد. اليوم لأن خميس خلينا نبدأ مع السوشيال ميديا أول شيء، وطبعا كلنا عرفنا سالفة سناب شات والتحديث الجديد واللي الوايد اشتكوا منه. فبعد تعرض تطبيق سناب شات للانتقاد وبسبب تصميمه الجديد، قررت الشركة إجراء تعديل جديد على التصميم يلغي الأخطاء أو أخطاء التعديل الأخير اللي استوت، ألا وهو عودة الستوري أو الستوري للأصدقاء من جديد على صفحة ديسكفر الرئيسة، وخصوصا مع تراجع المستخدمين والمشاهير. وكانت المشكلة التي ظهرت مع التعديل السابق هي التمييز من بين منشورات ستوري الأصدقاء وستوري المشاهير، مما أثار استياء الملايين من مستخدميه بتفضيل ستوري المشاهير على حسابهم. صحيح كان مؤذي والله. أنا شخصيا شو أداني. هذا السناب شات هاي قصة another story this one. زين خلنا ناخذ على مواضيع مفيدة. مشاهدينا دراسة جديدة تشير إلى أن النساء الحوامل اللواتي يحتسين يضحكون الشباب لا تضحكين خلاص وقفي شوية. الحوامل مشاهدينا اللواتي يحتسين الكثير من القهوة وغيرها من المشروبات ربما يكون أكثر عرضة لإنجاب أطفال بدناء. وكشفت طبعا نتائج الدراسة عن أن النساء اللواتي كان متوسط تناولهم للكافيين ما بين 50 ملي جرام يوميا وأكثر كنا أكثر عرضة بنسبة 15% لأنهم ينجبن أطفال وزنهم زائد بشكل مفرط وذلك بحلول العام الفائت وربما أيضا في مرحلة لاحقة. وقال أحد الباحثين من المهم أن تدرك الحامل أن الكافيين لا يأتي من القهوة فقط لكن يأتي أيضا من مشروبات الصودا مثل مشروبات الكولا ومشروبات الطاقة. موضوع والله جدا مهم صراحة. صحيح أكيد خاصة موضوع الحوامل يعني صحتهم صحة العيال بعد ليش تضحك؟ إنزين بنتم في الأمور الصحية بس الحين بنتكلم عن في حالة تعرضك لارتفاع في ضغط الدم بشكل مستمر عليك تناول بعض الأطعمة والمشروبات واللي تساعد في تنظيم نسبة الدم ونسبة ضغط الدم، وهي عصير البرتقال الذي يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تطهير الجسم من السموم من الأملاح الزائدة، لذا فهو طعام جيد جدا للحد من ارتفاع ضغط الدم عن طريق تناوله كعصير طازج وأيضا كعصير الليمون، حيث أن كوب واحد من عصير الليمون المضاف إليه أوراق النعناع الطازج من الحيل الجديدة للحد من ارتفاع ضغط الدم. وعليك أيضا بشرب عصير البنجر اللي هو الشمندر، حيث أن تناول كوب واحد من عصير البنجر بعد أكل وجبة غنية باللحوم الحمراء يحد من ارتفاع ضغط الدم، وأيضا مشروب الزنجبيل الذي يحتوي على بعض العناصر الغذائية المهمة للجسم اللي هو الجنجر، فهو من أكثر المشروبات التي تنقي الجسم وتحد من ارتفاع ضغط الدم لأن تناوله يقضي على نسبة الأملاح الزائدة بالجسم. جميل. أيضا عندنا مشاهدين طبعا الكثير من الناس ومالكي السيارات يواجهون أعطال تبدو مفاجئة بالنسبة لهم، غير أن لها أسباب تتعلق بكيفية تعامل السائق مع الصيانة الدورية والخاصة بالسيارة، وتسبب أيضا الإهمال في الالتزام بقواعد القيادة الآمنة وعدم صيانة السيارة بشكل دوري إلى أضرار جسيمة في بعض الحالات تؤدي إلى حوادث قاتلة. يوضحنا هذا التقرير التالي أبرز الأخطاء الشائعة اللي تقلل من عمر السيارة الافتراضي، منها إهمال تغيير زيت المحرك والتغاضي عن استبدال الإطارات بعد انتهاء عمرها الافتراضي والتغاضي أيضا عن استبدال إطارات السيارة بعد انتهاء عمرها الافتراضي والذي ينبئ بحدوث كوارث أثناء قيادة السيارة، لذا يجب الالتزام بمواعيد استبدال الإطارات وأيضا شمعات الاحتراق أو البوجيات اللي يقولون عنها، حيث يعمد البعض إلى إهمال واستخدام أنواع رديئة. وقال التقرير أيضا أن إهمال تنظيف فلتر السيارة يرفع من استهلاك السيارة للوقود، لذا ينصح بتنظيفها بشكل دوري. وصلنا للفلتر اللي بعدنا زين. واستبدالها أيضا مرتين في العام هذا جدا مهم. تأتي في المرتبة الأخيرة وأنا اللي نعتبرها صراحة هي المرتبة الأولى البريكات الفرامل، يعني حيث أن تجاهل استبدال تيل الفرامل أو البريك باد مالها الصيانة نظام الفرامل نفسه بشكل عام يؤدي إلى مخاطر قاتلة. أعتقد هذه رقم واحد تطلع. فهمت شيء خديجة؟ هذا نفسي يوم تتكلمين على سناب شات فهم لا فهمت شو ما عندي ما سيارة عندك سيارة ما شاء يعني الله. فهمت إن تبديل الزيت بشكل يعني دوري ما نتأخر إذا حطينا أبو 5000 أو 10000 فلتر الهواء التايرز. سيارتك 15000 25000 10 والله كل 10 أسعار 15 25. إنزين الحين في هذا لا والله ما راح أقراه أقراه أنت. الرجال لا يثقون بقيادة النساء للسيارة والدليل هو هذا المقطع. Thank you.
عندي تعليقين. الأول، هل كانت واضحة الرؤية أن السائق امرأة؟ هي كلهم كانوا محرمين. شفتهم؟ هي ما شفتيهم؟ شفت السائق إنه لا، في واحدة أو اثنين اللي بطلت الباب عشان السيارة الحمراء، والثانية مطلعة رينا توقف سيارة بس 10 سيارات كلهم حرمة؟ أزين تدرين في واحدة دخلت على الخياط؟ زين تختصر وقت، ما عندها وقت تبغى تخيط حق العيد يعني، ورمضان صار قريب كذي عادي 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 والله. هذا أقول لك لا، تدري علم النفس شو يقول عبد الله؟ يقول إن طريقة سياقة السيارة إن كانت للرجل أو المرأة تعبر وايد عن الشخصية. نعم. وبالتالي أحس هذا الشيء له علاقة بالشخص نفسه، بشخصيته يعني، مش نعم. بجنسه وذكر أو أنثى. أوي يا أختي. ليه بس كده بس؟ خليها على الله، خلينا في المواضيع اللي إحنا فيها. طيب عشان ما نضارب أنا وعبد الله عن ذكر والأنثى، لأني أنا ضد أن التعميم. التعميم مش شيء صح. أكيد هو نساء فعلًا ما يسوقون عدل، بس أوكي. مع نفسك. خلنا نروح الحين مشاهدينا طبعا للقطط. نحن نعرف القطط تربيتهم في البيت شقد انه شيء لطيف قطط. جدا نعم. بس هل ممكن ان يكون هناك استخدام اخر للقطط؟ خلينا نشوف ونضحك سوا. يلا ميمو. واه بولبي يا بولبي. طبعا كل شيء يتعلم سبحان الله. كل شيء يتعلمينه تحتاجينه في شيء يتعلمينه. صحيح. ما خليت القطاوة مساكين. زين، مطالعة سريعة مشاهدينا لبعض عناوين صحافتنا المحلية الصادرة اليوم الخميس. وفي عناوين الاتحاد نقرأ: الاتحادية للضرائب تعتمد نظام استرداد الضريبة للسياح إلكترونيا. وفي عناوين الخليج نقرأ: العين والوصل إلى نهائي أغلى الكؤوس. جميل. ومن عناوين الإمارات أيضا اليوم نقرأ: الوطني المعلمون المواطنون خسروا 3430 فرصة وظيفة في التربية. أما في عناوين البيان نقرأ: 1000 شعلة لتحفيز السحب على الاستمطار خلال 4 أشهر و61 طلعة نفذتها طائرات المركز الوطني للأرصاد. مشاهدنا، تطالعنا بشكل دوري تحديثات على تطبيقات الهواتف الذكية واللي نستخدمها، وأحيانا تكون هذه التحديثات بشكل يومي ونتيجة لكثرة ما تسرب أيضا من أخبار حول اختراق الخصوصية لبعض التطبيقات، يجعلنا نخشى تحميل أو تحديث أي تطبيق، وقد نشعر بالريبة أحيانا من كثرة طلب التحديثات للتطبيقات الذكية. خلنا نستوضح هذه الأمور بشكل أكبر، وينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمد نادر، خبير مواقع التواصل الاجتماعي. حياك الله أستاذ محمد. يعطيك العافية أستاذ محمد. يعطيك العافية. الله يعافيك. أستاذ محمد، يعني نفس ما قدم وتكلم زميل عبد الله عن التحديثات وعن الأبليكيشنز أو التطبيقات، شو سبب طلب التحديثات على التطبيقات الذكية، خاصة أن أحيانا تكون بشكل يومي؟ هذا شيء عادي منطقي؟ طيب، هو السبب الرئيسي في الأول بيكون في عدة أسباب هي اللي بتسبب أن المستخدم او اليوزر يلتزم من هو يسوي التحديث للتطبيق. الحاجه نعم. الاولانيه بتكون تطوير بشكل او باخر في ممكن المميزات اللي بيقدمها التطبيق، ممكن طريقه مثلا تعامل نوع موبايل معين، لسه مثلا نوع هاتف جديد لسه موجود في السوق بشكل جديد، فلازم يحصل تحديث عشان يبقى التطبيق بيقدر يتعامل مع النوع الجديد دوت او التحديث اللي موجود اوريدي من الشركات. الهواتف نفسها لما بمجرد ما هي بتعمل تحديث لازم التطبيق في نفس الوقت يعمل تحديث موازي للتطبيق بتاع الهاتف، بحيث انه يواكب التحديثات اللي بتحصل من قبل شركات الهواتف. الحاجه الثانيه وهي الامان نفسه، السكيورتي. مثلا النهارده كل يوم بيحصل تحديث جديد للفيروسات اللي موجوده اونلاين، المايل ويرز، الحاجات اللي بتسبب ان الجهاز يكون بشكل او باخر مخترق، فبالتالي لازم الابلكيشن يحدث من نفسه او التطبيق يحدث من نفسه بحيث ان هو يتجنب او يعني يتفادى المخاطر بتاعه الاختراق سواء الامني او الالكتروني للموبايلات. طب انت برايك ان بعض التطبيقات خاصه اللي تندرج تحت تطبيقات التواصل الاجتماعي معرضه للاختراق اكثر من غيرها من التطبيقات؟ بالطبع، يعني في الاخر
كل ما المستخدمين بيتوجهوا لتطبيقات بشكل اكبر، كل ما الهاكرز في نفس الوقت او الناس اللي بتبقى حابه ان هي تضيف فيروسات او اللي عندها هواجس التجسس وخلافه بتبدا تتجه لنفس التطبيقات اللي بيستخدمها المستخدمين الاكثر، وبالتالي احنا النهارده المستخدمين الاكثر موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ده وعشان كده هو ده التارجت الاساسي يعني. طيب نحن ممكن نعرف ان هذا التطبيق مثلا مخترق او انه غير امن، حتى يعني حتى لو كان معروف او يعني ما نريد نسمي، بس حتى لو كان من مواقع التواصل الاجتماعي او غيره، كيف نقدر نعرف اذا هو امن او غير امن؟ طيب هي لو حاجة خارجية فمن الصعب ان احنا نعرف اذا كانت بتخترق الموبايلات بتاعتنا ولا لا، بس الحاجات الاساسية هي ان انا دايما لازم اتأكد من شروط الاستخدام والسياسات العادلة اللي هي بتبقى موجودة، اللي اسمها terms and conditions، اللي بتبقى موجودة في بداية الاستخدام خالص مع ان انا بحمل التطبيق، بيبقى فيه موجود حاجة اسمها شروط الاستخدام العادل. شروط الاستخدام العادل مجرد ان انا اقراها هبتدي اعرف ايه اللي انا بقدمه للابليكيشن ده مقابل استخدامي ليه، يعني هل انا بقدم له ان هو بسمح له بان هو يسمع المكالمات بتاعتي، هل انا بسمح له ان هو بيستخدم الكاميرا وقت ما انا عايز ولا لا، هل هو بياخد معلومات من الجهاز بتاعي بشكل او باخر. ففي الاخر اهم نقطه تحصل هي ان احنا نراجع سياسات الاستخدام او شروط الاستخدام وانا بحمل التطبيق على الهاتف. تتوقع البعض يقولون يطلبون نصيحه يردون حق الاجهزه القديمه ولا اللي ما تحتوي على هذه التطبيقات الذكيه، او ان هذا صار واقع مفروض علينا استاذ محمد؟ يعني انا في وجهه نظري الابتعاد عن التكنولوجيا او التطور اللي بيحصل دلوقتي هو في الاخر يعني عزل للشخص، يعني لو انا النهارده انعزلت عن التطبيقات او الموبايلات الذكيه او الهواتف الذكيه فهو عزل عن المجتمع بشكل عام، لان المجتمع النهارده كله بقى موجود في التطبيقات ديت وفي السوشيال ميديا وفي مواقع التواصل الاجتماعي، فبالتالي عزلي عنها هو يعني بشكل او باخر هو عزل عن المجتمع يعني. يعطيك العافيه استاذ محمد، شكرا لك. شكرا جزيلا على معلومات استاذ محمد، يعطيك الف عافيه. إذا طبعا نشكر سيد محمد نادر خبير مواقع التواصل الاجتماعي. أما الآن ونقلتنا التالية مع الأخبار الاقتصادية. أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو وجمعية الإمارات للملكية الفكرية جائزة الإمارات للملكية الفكرية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية والذي جرت فعالياته اليوم في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي دبي. حضر الحفل سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون الاقتصادية، وسعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية ورضا أبو عبيد ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأعضاء اللجنة العليا للجائزة، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهات الحكومية المعنية ومجلس سيدات أعمال الإمارات. حصدت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض آدنك جائزة أفضل مركز معارض عن مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك خلال حفل تسليم جوائز معرض الشرق الأوسط للفعاليات والمعارض الخاصة 2018 الذي أقيم في دبي. هذا وأعرب حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة آدنك ومجموعة الشركات التابعة عن سعادته بالحصول على هذه الجائزة التي تعكس الثقة بشركة أبوظبي الوطنية للمعارض والقدرة على استضافة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض المحلية والدولية من مختلف الأحجام في ظل الخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز قطاع سياحة الأعمال في إمارة أبوظبي لتمكين منظمي الفعاليات من تحقيق أهدافهم وتعزيز تجربتهم ضمن أفضل المعايير العالمية. شارك 30 منتسبا في برنامج الشارقة للقادة، أحد برامج مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، تطوير في برنامج تدريبي مكثف استمر 5 أيام في كلية إنسياد لإدارة الأعمال في سنغافورة لتطوير مهاراتهم القيادية في مجال الأعمال التجارية وتعزيز روح الإبداع لديهم، بما يعزز مكانة دولة الإمارات على قمة الريادة في مختلف القطاعات. وجاء البرنامج ضمن جهود تطوير في الاستثمار بالقيادات الإماراتية الشابة والعمل على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم وتوسيع خبراتهم عبر إلحاقهم بالبرامج والدورات التدريبية والممارسات العملية والزيارات الميدانية والتي تهدف بمجملها إلى إكسابهم الخبرات التعليمية الابتكارية وتمكين الطلاب والمدراء التنفيذيين وقادة الأعمال في دولة الإمارات من تعزيز مساهمتهم في النهضة المجتمعية والمشاركة الفاعلة في التنمية بجميع مجالاتها. إذا طبعا مشاهدينا كانت هذه أخبارنا الاقتصادية، سنتواصل بعد هذا الفاصل، راجعين لا تروحوا بعيد.
ردنا لكم مشاهدينا مع حوار المساء بقصة واقعية. أحد الآباء طلبت منه ابنته الصغيرة ذات السنوات السبع شراء بندقية لها لتقتل من يزعجها للأسف. هل من الطبيعي بأن تطلب فتاة بريئة صغيرة بهذا العمر هذه الهدية؟ على ما يبدو شئنا نحن أم أبينا أبنائنا يتأثرون بما يشاهدونه ويسمعونه من انتشار للتطرف والعنف في أرجاء العالم، وهو واقع للأسف يجعلنا بأمس الحاجة اليوم لإعمال العقل والتخاطب مع هذا الجيل بطريقة خاصة نحمي فيه الأسرة من الخطر الأكبر، وهو خطر انتشار الأفكار الهدامة الناتجة عن الأحداث العنيفة واللي يعيشها بعض طبعا بقاع العالم المحيط بنا. دعونا نضع الإصبع على الجرح ونناقش هذا الموضوع مع الأستاذة بشرى العاتي مستشارة أسرية وتربوية. حياك الله أستاذة بشرى. الله يحييكم، أهلا وسهلا. سعيدة بتواجدي معكم اليوم، نورتينا في هذا الموضوع، خاصة يعني موضوع مهم جدا. أكيد أكيد طبعا سنأخذ إن شاء الله في خضم هذا الموضوع، ولكن بعد تقرير عدنا عن الموضوع إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا تقرير ونعود، تابعونا. يعتبر سلوك الطفل امتدادا للوضع الاجتماعي والتربوي للأسرة، لهذا يجب أن تحرص الأسر على سلامتهم البدنية والنفسية ولا تفرط بهم، وأن تلامس أرواحهم بالاهتمام والرعاية، لأن العاطفة حاجة كامنة في كل إنسان تأخذ قيمتها من مدى أهمية الموقف. إن بعض الآباء لا يعيرون أطفالهم اهتماماً ولا يحيطونهم بالرعاية والمحبة والعطف والاهتمام، هنا تبدأ المشكلات، لأن الطفل بحاجة لرعاية واهتمام، خاصة مع انفتاح العالم وانتشار الإنترنت ووسائل التواصل وما يموج فيها من صالح وطالح. الأسرة هي أولى خلية اجتماعية وأولى المؤسسات التربوية، وأي خلل فيها يؤثر مباشرة على سلوك الطفل ويخل بتوازنه ويعرضه للانقلابات النفسية الخطيرة، ويدفعه إلى أن يسلك بعض العادات النفسية السيئة التي تلحق الضرر بالأسرة وتسيء إليها، وبالتالي تسيء لمجتمعه. يؤكد علماء نفس أنه لا بد من رقابة محيطية شديدة وهادفة ورعاية موجهة ومرشدة نحو الأطفال، وهي مسؤولية الأسرة والمدرسة والمرشد النفسي والتربوي. وأكدوا أن فقدان الدعم الأسري والتربوي أو عدم كفايته يمكن أن يؤدي إلى الانحراف، ولا يمكن أن يكون الانحراف فطرياً، فارتكاب الطفل للأخطاء ليس فطرياً بل مكتسباً بحسب العلماء. أستاذة بشرى مرحبا بك طبعا معانا، وبعد ما شفنا هذا التقرير نوجه تحية للفنان حبيب غلوم على هذه الأفلام التوعوية. خلنا نقول شفناه كممثل مستاء، كأب عليه أن يستاء أم يتحمل مسؤولية، أم هو يجب أن يتصرف؟ بمعنى من شب على شيء شاب عليه، حتى في العقل والفكر أستاذة. نعم أكيد، هو تكوين الفكر أصلا طبعا بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم، نبدأ كلامنا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجملة الأخيرة في التعليق كانت جدا مهمة وجميلة، وهي أنه الانحراف السلوكي، أي انحراف في السلوك ليس بفطرة الإنسان وإنما هو مكتسب. فالإنسان لما يولد، عندما يولد الطفل يولد على الفطرة كما صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام، فحتى في حديثه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، بمعنى أنه راح يكتسب من هذه البيئة من الوالدين العقيدة، الأفكار، النشأة الاجتماعية، التنشئة الاجتماعية، كلها راح يكسبها من الوالدين ومحيطه، يكبر شيئا فشيئا، البيت أولا ثم المدرسة ثم المجتمع، الجيران، الأصدقاء وهكذا. نعم. الانحراف السلوكي مبدأ الفكر لا شك، لكن ليس كل سلوك منحرف منشأة الفكر، هناك بعض السلوكيات لا تعتمد على الفكر، لكن التطرف بالذات يعتمد على الفكر. لا تطرف بدون انحراف في الفكر أولا، هو الأساس، هو الأساس. نعم، بعض السلوكيات تحدث أحيانا من الطفل أو الكبير نتيجة للمحاكاة أو التقليد، أو أحيانا خذلان في النفس في القيم، حتى يعني إحنا سبحان الله ككبار لذلك سبحان الله نذنب، يعني الذنب موجود طبعاً. يعني رب العالمين أقر لنا بهذا الشيء صحيح.
كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن حتى المسلم، حتى المؤمن، حتى الذي يفعل الكبيرة قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إنه مؤمن. يعني لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن يزني، المؤمن كذا كذا، قال نعم. إذن بعض السلوكيات حتى لو أنت كنت مؤمنة إنها خاطئة وفكرك نظيف اتجاهها، ما عندك خطأ أو تشوش بالفكر، لكن أحيانا تقعين فيها، نعم تقعين فيها من باب ضعف النفس. لكن التطرف هو ليس فقط ضعف نفس، وإنما ضعف فكر، مرض في الفكر، مشكلة هذه. نعم مشكلة كبيرة جدا. وهذا لا يعني أنه العقل هنا مثلا قليل، قدراته قليلة أو قليل الذكاء، بالعكس اللي يصنعون التطرف أصلا تجديهم جدا عالين في الذكاء، عندهم يعني ذكاء عالي جدا. نعم. حتى قدروا أنهم يغزوا فكر فأكيدهم في طبقة نعم. معينة. نعم قدروا يغزون فكر الشباب وقدروا أنهم يكسبوهم ويجعلوهم أتباع لهم، أصحاب دراسات وأصحاب علوم وأصحاب بحوثات. نعم. كبيرة جدا. نعم. يعني بالضبط. يعتمدون على على العلم قبل أي شيء في أنهم يغزون هذه الأفكار، ولكن هم مشوشين في الأصل. طيب نعم. الثقافة الآن للأهل، إلى أي مدى تلعب الثقافة والتنوير العقلي دور من قبل الأسرة طبعا لحماية هذه الأسرة والأبناء؟ تلعب دور كبير، وهي الأساس وهي المبدأ الأول، باعتبار أنه الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء هذا الإنسان. يعني إلى عمر 10 سنوات، إلى بعض العلماء قالوا إلى عمر 7 سنوات، هذه 7 سنوات الأولى هي بناء شخصية وفكر الطفل وتوجهاته وقيمه ومبادئه. نعم. في هذا العمر. إذن أنت كأب وأنت كأم تصنعين من هذا الطفل إنسان مستقبلي. صحيح. كل شيء في المستقبل يترتب على ما أخذه ورضعه خلال هذه الفترة. صحيح. بالذات ممكن في فترة المراهقة يحدث عنده تشوش وارتباك، ممكن يغير، لكن يرجع إلى الأصل، يرجع بعد فترة إلى الأصل الذي بني عليه. فإن كان هذا الأصل سليما قويا مبني فعلا على قيم، راح إن شاء الله يرجع إلى هذه القيم. نقدر نقول هذه القيم هي اللي هي الوازع اللي يبقى مغروس، لا إيه؟ لا ينفك منها الشخص مهما أخطأ. أكيد. يبقى ذاك، نحن يمكن نقول على الوازع ديني أو إيه ضميرة ثقافي. ضميرة هو ضمير شغال. نعم نعم. مبني صح، ضميرة حي مبني ما صح، ما ما مات ضميرة. نعم. لما هو كان صغير ضمير الطفل، إذا بقيت أنت تحيي ضميرة دائما وتغذيه رح يبقى حي مهما. صح. سبحان الله علت بعض الشوائب، بعض الغبار خلينا نقول، لكن مرة ثانية يرجع لما سبحان الله أقل خلينا نقول انتباه للحق، يرجع مرة ثانية نعم. فضميرة دائما هو الوازع يكون. أكيد. نعم. زين أستاذة، نحن شئنا مأبينا يعني الواقع هذا المر موجود في الدول المجاورة، العنف، الظلم، نعم. الاعتداءات، المناظر اللي جد نعم. تبكي عيالنا غصبا عنا، شئنا مأبينا أكرر مرة أخرى راح يشوفون هذا الشيء. نعم. إذ سئلنا ماذا نجيب وكيف، الأهم كيف نجيب، إيش قد نقدر نتحايل ونتلاعب على الأجوبة عشان ما نعقدهم؟ والله شوفي، ممكن أنه ما نتحايل، لكن نستغل هذا الموقف في تربيتهم ضد التطرف. نعم. هذا أولا. وفي شيء أريد أيضا أذكره، وهو أنه ممكن أنه الأهل ممكن أنه يمنعون الأطفال من مشاهدة هذه المناظر، سهل جدا. ليش إحنا خلاص استسلمنا؟ يعني ليش أنه لازم في التلفزيون والأخبار وكذا مفتوحة وكأنها خلاص فرضت علينا في البيت؟ ومواقع التواصل أستاذة، مواقع التواصل ما أعتقد الأطفال يبحثون عن مثل هذه الأخبار وهذه المواقع وهذه الأماكن إلا إذا الكبار وجهوهم إلها. نعم. لكن في العادة يعني، وخاصة الأطفال، وحنا نتكلم الآن عن الأطفال، خلينا نقول والمراهقين. نعم. اللي هم أكثر فئة مستهدفين طبعا. هؤلاء أو هذه المرحلتين العمريتين ممكن أنهم أحيانا يعني بطريق الصدفة قد سبحان الله فعلا يسمعون بهذه الأمور، خاصة إذا تحدث. كانوا يعني إذا مثل ما قلتي الآن سبحان الله أكثر الدول يعني العربية، الله إن شاء الله يشيل الغمة عنهم يا ربي. آمين. أكثرهم دي يتعرضون لهالشيء هذا. نعم. فممكن أنه يسمع أقاربه أهله كذا. احنا هنا كأهل كمربين واجب علينا انه من هذا الموقف ننطلق نحو تشويه التطرف او يعني ايضاح صورته. نعم. هذا هو التطرف، هذا اللي يحدث تطرف. نعم. القتل، هؤلاء الضحايا، التهجير، هذه الامور كلها شنو منشأها؟ منشأها هناك فكر سقيم.
هناك خلينا نقول مثلا نزعة نحو الظلم، ما في رحمة، ما في عقلانية. في بعض مثلا الناس أو الجماعات تود أن تنشر فكرها من خلال القتل ومن خلال أذية الناس، إذن هذا هو التطرف. فإحنا لما ننشر هذه الأفكار، لما نبدي نحاورهم بالحوار، يعني مو نخليهم يشوفون وخلاص صحيح انتهى طبعا. الموضوع صحيح. لا، هو شوفي كل شيء سبحان الله في الإعلام نعم لابد وأن أنت تكونين معاهم وتحاوريهم وتبينين المزايا والعيوب صحيح. في كل شيء، حتى لو كانت مسلسلة، أحيانا حتى المسلسل، حتى أفلام الكرتون، في أفلام كرتون كثيرة الحين تحوي العنف مع الأسف طبعًا. حتى الألعاب الإلكترونية أسلوب الحوار للآباء يكون متطرف، يعني مرات يمكن نوايا طيبة بس في شوية قلة وعي أو ثقافة في الأسلوب صحيح. يعني صحيح. لا ماما لا تسوي صحيح. هذا تطرف، هذا عنف بالضبط. فحتى أسلوب الحوار يعني مش فقط كلمة حوار تشفع للموقف، لا كيف يكون الحوار بالضبط بعد. بالضبط، يجب أن تكون إلى آليات، يجب أن يكون إلى يعني هذا الحوار كيف يبدأ كيف ينتهي مع الاستماع. نعم. لازم نعطي فرصة للمقابل أنه مو بس إحنا نتكلم صح. الحوار هو تبادل، يعني تبادل الكلام بيننا وبينه نعم. حتى نعرف هو شي يحمل أيضا من أفكار خاصة المراهقين يحتاجون بشكل كبير جدا إلى أنه أحد يسمعهم صح. لازم باستمرار باستمرار نسمعهم، لأنه حتى نعرف فكرهم وين صار وكيف توجهاتهم وشو اللي دخل عليهم صحيح. طبعا المدخلات والمخرجات لابد تكون مخرجات مراقبة من عندي أنا بالنهاية طبعا. إذا رحنا أن لنفترض أن أحد الأبوين لديه ميول للتطرف نعم، فشو اللي على الطرف الثاني يسويه لحماية لحماية الأسرة فعلاً. طبعا هو مش متطرف لكن لديه ميول. الميول للتطرف هو أن يرى الأطفال يفعلن أشياء متطرفة ولا يبالي، لأن بالنسبة له أصبح الأمر عادي فهذا يمكن جزء من الميول، أو يمكن هو أصلا لا أبالي يعني وغير مهتم. فكيف المعالجة من نوع فعلا ثاني. شوف في بعض الناس قد ما يكون عندهم تطرف فعلا، لكن فعلا أفكارهم كلامهم متطرف صحيح. يعني هو التطرف هو سبحان الله خلينا نقول شعرة عن الوسطية والاعتدال، أنه أنت مو بالوسط يعني متطرف في كل شيء، مو ليس فقط في الدين، في كل سبحان الله عملية فكرية اعتقادية، وفي كل سلوك ممكن أنه نجده خارج عن السلوك المألوف نعتبره تطرف طبعًا. يعني هسه مثلا عندنا هذه اللعبة اللي يمارسوها اللي هي لعبة الحوت الأزرق يعني باين وواضح أنه اللي عملوها عندهم تطرف، اللي عملها هو طالب علم نفس أصبحت عنده أفكار لما عملوا معه مقابلة، ليش يعني أنت سويت هذه اللعبة؟ يقول أنه حتى أنظف المجتمع من هؤلاء نعم من هؤلاء الناس تطرف. الذين ليس لهم قيمة نعم. يعني عند المراهقين هؤلاء ليس لهم قيمة، عند هؤلاء يعني شيء غير مهم ونكرة ومؤذين، فيريد ينظف المجتمع من عندهم، فإذا هذا تطرف صحيح تمام. الأب مثلا إذا كان طبعا أكثر شيء الأب، الأم والله حتى أحيانا الأم بالعنف وبالعصبية مالتها تكون متطرفة فإذا أحد الطرفين فعلا كان عنده هذا الأسلوب وكان عنده تصدر من عنده كلمات فيها عنف وفيها تطرف، وحتى لو ما كان هو يقصد هذا التطرف لكن خلينا نقول يعني فضفضة وفقط مجرد تعبيرات، لكن هذه التعبيرات تختزن عند الأطفال وممكن أنه يمارسوها هم حتى صح. مع نفسهم ومع أصدقائهم. هنا الطريقة العملية لحماية الأطفال نعم. من هذا الشيء هو أولا محاورة هذا الطرف المتطرف من الطرف الآخر اللي هو الأم أو الأب. أي محاور المتطرف؟ نعم نعم. أي يحاور؟ نعم ليش لا، ما دام يملك عقلا وفكرا ندخل من هذا الباب، ندور وين الخلل اللي عنده. كان يملك عقلا وفكرا لما تطرف من الأساس. هو مو هذا السبب، هو مو أنه ما يملك عقل وفكر، يملك عقل ويملك فكر لكن لا يملك إرادة، خاصة التابع لا عنده شخصية اهتزاز نعم شخصية ضعيفة نعم عنده شخصية ضعيفة اهتزاز بالشخصية، عدم الثقة بالنفس بحيث أنه يتجه لما يقوي صحيح. لذلك نجد تعويض نعم تعويض، لذلك نجد هذول طبعا الأتباع
وليس صانعي التطرف. صانعي التطرف بالعكس تجديهم واثقين جدا بأنفسهم باللي يعملوه، وما ممكن حتى أحيانا الحوار معهم فعلا يكون صعب. نعم. مقتنعين خلاص إنه هم اللي عليه هذا هو الصح. نعم. فممكن إنه بصعوبة جدا إنه تحاولهم فعلاً. لكن هذا صاحب الشخصية الضعيفة الإنسان، هذا خلينا نقول إنسان على قد حاله مسكين، هذا يعني مغرر به. نعم. فيمكن أنه ترجعي إلى الحق. نعم. يرجع إلى الحق لأن هو أصلاً يبحث عن الحق، لما راح عند هؤلاء بحثاً عن الحق لكن بطريقة خاطئة. نعم. سلك طريق خطأ بسبب بهرجتهم والأعمال اللي يعملوها وكذا، والحقائق اللي يدعون بها وينسبوها مثلا للدين أو لمثلا أفكار علماء وكذا وكذا، فيبدون يسحبون هؤلاء الناس اللي على سجيتهم، وعندهم فعلا عندهم ضعف في الثقة، وفي انه تجدين دائما اللي عنده ضعف بثقته بنفسه ما يكون شخص منتقد، لا متلقي دائما. نعم. ما ينتقد الافكار، ما ينتقد الكلام، يعني اي شيء يسمعه خلاص، خاصه عندما يقدس شخص. نعم. او يقدس جهه او يقدس كتاب او يقدس اي شيء، سبحان الله. نعم. وحتى لما تكلمي ما يقولش انا، مثلا انت تحاوري تقولي له مثلا انت كيف تسوي شيء، انت كيف انت مقتنع بهالفكره كيف كذا، فيبدا ينحصر هو، يقتنع انه كلامك صحيح، فيبدا يقول لك نحن احنا، يقصد جماعته او هم. ليش؟ لانه هو جاب قناعته من عندهم، فيصور انه خلاص هم صح، هذا الصح، المرجع هم. المرجع الى انه انا ممكن ما افهم احاورك، انه اني هسه خلاص هم قالوا، بس هم قالوا اي هم قالوا، وهذا خطا كبير. انت هنا بهالحاله لغيت عقلك تماما طبعا. وانت انسان، واحنا قاعد نحاورك على اساس انت انسان، فيجب ان تحترم عقلك اللي الله سبحانه وتعالى رزقك اياه. نحن استاذه بدينا المقدمه والحوار عن الاطفال، نحن ما نريد الاطفال يوصلون لهذا الشيء، إن كان عن قصد تطرفي أو غير قصد، طبعا هو بلوى الأكبر إذا كان عن قصد وعن قناعة، صحيح. هذا لا حوار معاه. نعم. بس الثاني مغلوب على أمره ممكن. نعم. نعم. عيالنا إذا لمسنا فيهم سلوك عنف تطرف معين، كيف نتدارك الموقف؟ كيف نتدارك الموقف؟ أولا نقعد نحاسب أنفسنا، شنو التقصير اللي سويناه بحيث أوصل أولادنا لأن يكونوا ضحية لهذا التطرف أو لهذا العنف. نعم. أو لهذه العدوانية. هل هو عدم إشباع للعاطفة؟ هل هو عدم احتواء لهم؟ هذه الأمور يجب أن يعني نحاسب أنفسنا عليها ونسأل أنفسنا عليها. لازم نشوف شو التقصير. أكثر الأهل وأكثر المربين سبحان الله أول ما يبدأ يلوم الطفل أو يخلي الخطأ عليه أو على المدرسة أو كذا. نعم. طيب مو أنت المسؤول عنه أولا وأخيرا، أنت اللي ما أنت اللي مثلا ما انتبهت الأخطاء من البداية وقومتها بشكل صحيح. الطفل ترى مو حالة يعني منحرفة، ما انخلق أنه هو منحرف، العكس تماما تماما، ورقة بيضاء هو بالضبط. أنت ما شخبطت عليها. هذه شخابيطة. والله صحيح، شخابيط شخابيطنا وشخابيط المجتمع وكذا، لما يروح المدرسة بعد يشوف العجائب يعني أكيد. فأنت إذن أنت المسؤول أولا وأخيرا، تدعم دعم أولا نفسي وعاطفي، ثانيا تبدأ تسحب من هذا الجو إلى أجواء أخرى تناسب أنت طبيعتك وعائلتك وما تطمح إلى من أهداف لهذا الولد وللعائلة ككل. نتمنى أن يكون هذا مسج يعني ورسالة. أكيد. مهم جدا انه انا اهيئ اجواء وبيئه مناسبه احيط بها، مثلا ادخله في انديه، في نشاطات رياضيه فنيه، في مؤسسات دينيه معتدله، ممكن انه يفهم الدين، يفهم التسامح، في اقرا له قصص عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن الصحابة، كيف التسامح، كيف الرحمة، كيف نشروا الإسلام بالرحمة وبالتسامح في مواقف كثيرة. الحمد لله في ديننا في آيات كثيرة. نعم. وعلى فكرة الطفل يفهم، وعلى عمره توجد على كل المستويات موجودة. نعم موجودة ما شاء الله. هسه مثلا مبادرة الطفل، مبادرة الطفل القرائي أو المهرجان القرائي للطفل عفوا اللي في الشارقة، هذا رائع جدا،
يعني يربي وينمي عند الأطفال. أكيد الحلول يعني كثيرة أستاذ، يمكن ما بنتدركها في هذه اللحظات. أكيد الكلام جميل طبعا، والحوار يحتاج لامتداد أكبر. نحن أكيد نشكرك على تواجدك، يمكن أعطينا ملخص أو لفتنا نظر وأعطينا بعض الحلول البسيطة، ونتمنى إن شاء الله تكون وصلت لمشاهدينا. والله يحفظ الإمارات، يحفظ بلادنا العربية. آمين يا رب. اللهم آمين. شكرا، الله يبارك فيكم. شكرا لكم كثير، نورتي أستاذ. مشاهدينا الكرام، كل الشكر للأستاذة بشرى العاتي، مستشارة أسرية وتربوية. فاصل وراني. مشاهدينا رجعنا لكم ونستكمل فقراتنا. وفي أسرة ومجتمع، شعر المرأة ونصف الجمال. طالما تغزل الشعراء بشعر المرأة الطويل المنساب، أحس نفسي أغني المنساب على كتفها، ووصفوه بأحلى الصور، لأن الشعر طبعا يلعب دور كبير في رسم ملامح الجمال والأنوثة عند المرأة. فما هي آخر صيحات قصات الشعر وتسريحاته ل 2018؟ أحس عمري أسوي دعاية. الإجابة مع مصفف الشعر رائد قاسم في صالون ريتشي. مرحبا بك. يا أهلا فيك حبيبي. حياك الله. طبعا اكيد رائد، ما ادري الحوار هو على الشعر كله شباب وبنات، لان في شباب وايد يسالون عن امور كثيره. احنا اول شيء خلينا ناخذها بدايه، كيف انت لاي مدى تشوف ان الشعر فعلا يلعب دور كبير في الانطباع الاول عن الشخص؟ نحن الحين ما نتكلم عن الجماليه، ولكن انطباع اول يعني الشخص. هو النظره الاولى للمراه، بس تحكي دغري بدك تشوف الشعر طوله، بتعطي الشخصيه تاعيتها دغري. ايوه، من شعرها، من شعرها بتعرف شخصيه المراه، بتعرف الاتراكت، جاذبيه المراه، هي بتعطي انطباع من شخص، من شعرها تضيري. وحلل الريال ما باي باي الريال كمان نفس الشيء. من خشم الريال. لا نفس الشيء، حتى من شعره بتعرف طبيعته، بتعرف اذا بيهتم بحاله، بتعرف اذا يعني الشعر هو الانطباع الاول للانسان، لانه هو محتاج عمل، محتاج شغل. صح اكيد. نعم. طيب. رائد، اذا عكست انا سؤال عبد الله. نعم. ياتك زبونه او وحده رابطه شعرها، تقول لك ما ادري شو بسوي يا رائد، ضبطني هني، على اساس شو تختار ما يليق بها؟ بختار على الاساس اللي هي الشخصيه تاعيتها، كيف بدها، كيف انطباع الوجه تاعها، يعني ملامح ملامح الوجه تاعها، شو بتحب هي تلبس، يعني شخصيه لبسها. أوكي. يعني اذا لبسها كان سبور، بدي اعمل لها شيء شعر يليق بالسبور، ما كلاسيك، يعني اعمل لها ستايل دغري يومي يكون شيء يومي. هي. يكون يعني اذا تصفيف الشعر يكون بدايه على شكل الشخص، ولكن يلعب دور اخر على وهو ان على ما هو احتياجته، اللي هو مثلا هل بيحتاجه هو شكل يومي عادي، او في عنده حفل، او في عنده بالضبط. لكن السؤال يعيد نفسه ايضا مثل ما قالت خديجه، من اللي يختار؟ هي ولا انت اللي يختار؟ المصفف الشعر اللي يختار. جميل، لانه هي مش حتعرف تختار بالضبط شو راح يناسبها. نعم. هي فيها اختيارات كثيره، فيها تختار الفستان طاوله، فيها تختار شو اللون اللي بدها تلبسه. نعم. بس ما فيها تختار الستايل تاول الشعر. بس رائد، معروفين النساء عنيدات يعني، فاذا جتك وحده عنيده يعني وتبى هي جايبت لك صوره يا اخي، وتبى هي ستايل معين حتى لو ما يليق عليها، شو راح تسوي في هذه الحاله؟ انا برجيها هيدا الستايل، هي مثلا رجعتيني صوره ومش لك هيدا الصوره مثلا، لشخص ثاني يكون، عرفتي كيف؟ برجيها انه انا في اعمل لها اياها، بتعطيها مش الاتراكتيف تاعولها، بحاول انا ابين لها اياها بطريقه ثانيه قريب على الستايل تاعولها. نعم. خلي الاتراكتيف تاعولها تبين هي. نعم. جاذبيه المراه. طيب عندنا صور، يمكن هي انواع تسريحات واشياء، هاي شو مثلا تكلمنا عنها؟ هيدي هون بتكلم على اللون الشعر. جميل. هذا الحين هيدا اللون الشعر مع الويفي تاعول الشعر اللي بيجي الناتشورال. هذا كمان الويفي طول الشعر، كيف الشعر اليومي. نعم. وداخل فيه لونين مش لون واحد صح؟ مزبوط لونين، لانه بعض الاوقات مثل ما بدك تشوف الجذور طول المراه على طول نعملهم غامق عن الشعر الثاني. هذا خلال اليوم يومي العادي يعني، العمل والبيت بتعملها يعني امرار. هذا حلو اللون، هذا اكثر لون مطلوب الحين. للحين شو اسمه، بلاتيني؟ هذا البلاتيني على قش. سلام. هذا يليق على منو اذا بنسالك نحن جماليا؟ جماليا انا بفضل على البشره الفاتحه. والله مش السمراء؟ مش البشره السمراء ابدا. طيب هذا كلون، كتسريحات شو الجديد الحين؟ كل التسريح الحين اللي هي هاي شو اسمها مثلا، هاي هذا بلاتين ويفي، بس بعد نفس الشيء على كير. شعر اصغر، هذا وايد ابيض، شعر قصير الكيرلي. حلو. من زين،
دارج الحين رائد القصير الشاعر القصير كتير دارج 2018 والله بصراحة كتير الشاعر القصير كتير دارج وعطى انطباع كتير حلو. هاي نفس الشيء بس إنه شوي يمكن في مثل كريم ولا شيء من هالقبيل. هاي دي الألوان العادية الدافية بس أحس ما بتحب تغير كتير بألوان شعرة ما بتحب تلعب بألوان شعرة. تضحك علي خديجة أساس إن أحاول أدخل وياك بالموضوع بعشان أسوي. طيب هذا اللي تكلمين عنه أبيض هذا أبيض ولا هذا وايد أبيض بلاتين آيس. أوكي هذا بيخبر عن إنه المرأة جريئة. بس هذا شو لون البشرة اللي يمشي وياها؟ هذا كمان البشرة البيضاء أو السمراء. ممكن لتني او السمراء بس على الاثنين بينطبع كثير. بس هيدا المراه الجريئه مثلا مثل ما قلت لك انا هيدا نفس الشيء كمان. اشوى كنت قبل فتره اشوف اللون اللي هو ما ادري بينك ولا بيربل هذا الغامج بعد كان بنفتح يقول على طيب احنا ما زلنا في نفس الشيء اللي هي التسريحات اليوميه. عبد الله شغله عفوا نحس يوم يطلع شيء موضه الكل يركض عليه 100% شيء سلبي هذا رائد ولا ايجابي؟ يعني هل هي مواكبه للموضه او بس تابع العمياني؟ هي مواكبه للموضه بس في ناس ما يليق عليها مش أكثر. في ناس ما يليق عليها بس نحن شو بنعمل؟ بنجرب ان نغير بهيدي الموضه نعطي طريقتنا نحن. نعم عرفت كيف نغير يعني شوي بالموضه اللي هي عم بتفوت فيها بس ما بليق عليها ما غيرها بطريقه ثانيه وكون قريب عليها. اوكي مش رد لي صوره لو سمحت لي طافت لان في تسريحه مختلفه بعرف شو هالتسريحه هاي. لا مو بهذه اللي قبلها خلاص زين هاي راحت علينا هاي زين. لا تركز وايد عبد الله لا تركز. شينيو يعني تسريحه ترفع شعر يعني. هاي حق شو رايد خبرنا؟ هذا حق سهره ليليه شي في الليل مناسبه ما حد يشوفك ما حد هيدي النصره النصره بالنسبه لي انا هاف ستايل هيدي اللي ما رايت هاي جميله هذا الهاف ستايل. اوكي يعني المراه ما بتحب مثلا ترفع كل شعرها او مثلا نحكيها بالعربي الدغري انه الحطه اكستنشن ما قادره ترفع كل شعرها. هذه اشوف مثل هالتسريحه اللي طافت يعني في الافلام الرومانيه في الاشياء القديمه هذه كلها هاي تسريحاتهم يعني هاي قادمه من هذاك الزمان. هي من هداك الزمان من الرومان بالاحرى هن اللي بحبوا يعملوا جدوله الشعر الضفره بالشعر. رأيت هذه التسريحه جريئه شوي؟ هذه جراءة كثير صح يبالها وحدة شخصيتها غير 100% هيدي بس خافون البنات بس بدها تعملها أول شيء بتسألك إذا الشعر القصير حيلبق لإلي يعني في أعملها ولا إنه بده يروح شعري عرفت كيف؟ أنت بدك تعرجيها إنه نحن فينا نعمل تسريحة يعطيك الأتراكتيف تعولك بس يعطي شيء كثير حلو لإلك. طيب رأيت ما تلبسونه مثلا قالت لك أبغي هاي التسريحة الجريئة ما تلبسها مثلا باروكة بهذه التسريحة تشوف عمرها ولا انتم بعد عندكم الجرأة ان تقولها لا بتمشي الامور وتقص الشعر؟ انا على الخبرة تاعيتي انا عارف هيدي التسريحة لمين بتلبق بالضبط. بس انا اذا بدي احط لها باروكة مش حتكون نفس نوعية شعرها اكيد مش حتكون بنفس الكثافة تعول شعرها. يعني الباروكة يمكن تطلع كتير حلوة عليها صحيح. بس اعملها شعرها ما تطلع عليها وحبة الباروكة عتروح في المطروح تروح بالباروكة. رأيت نحن اتفقنا ان الحريم اللي يحبون القصات القصيرة شخصيتهم قوية. اذا جاتك وحدة شعرها طويل بشخصية قوية وطلبت انها تقص هذه القصة يعني ها قاعدين نشوف يعني هذه الخطوة وايد جريئة بالنسبة للبنت يعني انها تجازف بشعرها عشان تسوي ستايل وايد يعني بعيد عن 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 شخصيتها في الشعر الطويل. شو شعورك تسويها انت؟ انا بسويها بعطيها ترانسفورميشن مثل ما بيقولوا تغيير للمرأة حتى ما تضل بموضة واحدة علقانة فيها. يعني مثلا ستايل الشعر الطويل بضل علقانة بالشعر الطويل بطل فيها تغير صح خافت بطل فيها تغير. هلا هون مثل ما انا شايفه تحولت يعني خلص مش مين ما تطلع فيها انه هيدي الشعر طويل هيدي هي عرفت كيف؟ هون عطاها طبع ثاني عطاها شخصيه ثانيه لها يغير من نفسياته. انت تلاحظ للصراحه كثير تغير النفسيه بشعر انه جدد بس تقص الشعر طويل لقصير دغري ترانسفورميشن بيك ترانسفورميشن بتحس المراه ارتاحت. اقول لك سر أنا شعري طويل ودائما أفكر أني أقص بس لن أتجرأ أو إلى الآن للصراحة ردا على سؤالكم يعني فعلا يبالها جرأة. أنا ما سألت خاطر أنت سألت عن نفسية لأن مرات نفسية تحتاج لهذا التغيير الجذري بس فعلا أنا أجبن من أن أسويها إلى الآن. أنا بنصحك تعمليها بصيح بنصحك تعمليها أول شيء أنت مني خسران لأنه الشعر اللي حيرجع يطول ما في مهرب من هذا الأمر
وحتى فيك تعمل الشعر القصير مع الشعر الطويل بوجود الاكستنشن يعني. لا ما حبيت طيب معلش اللي شعرها طويل وشعرها يكون مثلا ما ادري يسمونه سايحه ولا ستريت يعني ستريت يعني. زين هذا صعب التسريح يعني يحتاج ان يحتاج يعني اذا سويت له تسريحه معينه انت ما بتتم عليها فهي تبغى كل يوم لازم تسوي تشتغل على هاي التسريحة نفسها تضحك مستاسي ترى فهذا الأمر مش بعدين بيسبب لها عامل نفسي إن شعري طويل قصيته ومش محافظة على التسريحة اللي أنا حبيتها من قبل المصفف 100% هلأ التسريح على طول بتجي لمناسبات ما بتجي للطبع اليومي الطبع اليومي معروف ياكب بده يكون ستريت بده يكون ويفي اللي هو دايما يعني الشيء اليومي هيدا بتعمل المرأة بس إذا لحتى تحافظ عليه بدها تهتم بشغله طريقه قص الشعر يعني اذا بدها تقص شعر القصير بدها تتعود بالشعر الليس او الويفي الخفيف بس اذا الشعر الطويل بدها تتعود عليه ويفي او الكيرلي طب رايد اهم من هذا كله يعني هي القصه مع طبعا شخص بروفيشنال نفسك من صالون ريتشي مقدور عليه بس اذا بالاساس المراه عندها مشكله صحيه في شعرها بمعنى الاعتناء بالشعر للعلاجات للتريتمنتس الكريمات خبرنا اكثر عنها قبل ما نسوي التسريحه نبى نعالج الاشياء الاساسيه في الشعر شي. خبرنا عنها هذه الصراحه اهم شيء ونحن عم ننصح فيها في البعض كثير ما عم بيامن انه يعمل تريتمنت للشعر عرفت كيف الشعر الطويل عاده كان شباب او كان نساء هو شعر بده اعتناء صحيح بده على طول التريتمنت اللي هي حق الزيوت يعني كيف دلك الزيوت الطبيعيه تغيير. الماسكات البروتين اللي بقلب الفيتامين اللي بقلب الشعر لانه الشعر كلنا بنعرف مكون من شغلتين اللي هو كيراتين والكولاجين نعم. بس موجوده بقلب الشعر هودي الاثنين بيكون الشعر عاطي شاين ما في فريزه ما في النكشه تاعت الشعر ما في دراي للشعر ما في نشفان بقلبه نعم. جفاف وبالصيف بتعرفي كثره المسابح والبحوره في جفاف قلب الشعر نعم. فانا عن طول بنصحهم انه اعملوا التريتمنات تعول الدراي بالصيف بالشتاء اعملوا التريتمنات تعول البروتين للشعر تعطي الفيتامين للشعر لحتى ما يصير في عندك خساره بتلهر الشعر بهر الشعر دوما وهي خاصه الاستحمام وايد والمي علاج المي المي خاصه على السشوار على الستايل على السبراي كله هيدا بده ياثر هيدا عوامل حتى الطقس في كثير بكتيريا بتفوت بقلب الشعر فانت بس تعملي له تريتمنت للشعر مثل الواحد عم يعمل يعني غسيل له نفس الشيء يعني مثل الواحد عم ياخذ فيتامين من الاكل من الشرب دوريا كل كم يعني تقريبا في عندك اذا انت ما معك وقت مثلا كل يوم مش كل جمعه تفوتي تعملي تريتمنت فيك كل 3 اشهر تعملي تريتمنت اللي هو بروتين مثل البوتوكس مثل الفيلر بقلب الشعر هودا بيعطوك غذاء مركز بقلب الشعر بس فيك بكل شهر تعملي له امبول تريتمنت اللي هو مثل كره حمام بيجي حمام زيت لقلب الشعر بيعطي الشاين وبيشيل الدراي من الشعر الحين صيف ورمضان عبد الله هي لا يعني لازم الاعتناء بالشعر ما ادري انتشر في يعني احنا نسمع عن الكرياتين بشكل كبير في فترات هاي ونسمع عن الزيوت اللي تستخدم زيوت طبيعيه ايضا وزيت صبار وزيت غير وغيره انها تفيد لكن الحين في الاونه الاخيره انتشر وايد اللي يسمونه الكريستال هذا الكريستال هل هو ماده يعني وتسمع كريستال انت تفكر في زجاج ولا شيء من هذا الكلام لكن هل هو فعلا ماده طبيعيه الكريستال هو عباره عن ماده مخلوطه بين الكولاجين وبين الكيراتين جميل مع بعض تحقن ام تدلك نفس طريقه العمل الكيراتين بس بتنعمل على المي ما بتنعمل على الشعر الناشف ناشف اوكي بس تنعمل على المي بتعطي الكولاجين لقلب الشعر بتنترك 10 دقائق بترجع بتبلش تنعمل على طريقه الكيراتين لحتى ناخذ النعومه تاعت الشعر كلمه الكريستال طالع منها هيدي لحتى تاخذ النعومه مع الشاين ضربه واحده للشعر والكريستال ما بينعمل للشعر الناعم جميل جدا عرفت كيف الكريستال بينعمل للشعر الفري فريزي كثير وفي دراي بقلبه جميل الكيراتين بينعمل للشعر اللي فيه تجاعيد بقلبه كثيره بشيل التجاعيد الكيراتين وبيعطي نعومه للشعر جميل صالون ريتشي انتم تقدمون حلول علاجيه وايضا بجانب تصريفات وتقدمون جماليه يعني احنا نقولها باكج كامل يعني مجموعه متكامله ان الشخص يطلع راضي واذا تجرأت ستكون اول وجهتي يعني اذا تجرأت على اي تغيير جذري يعطيك الف عافيه استاذ رائد الله يحفظك شكرا لك وشكرا لتواجدكم واكيد ان شاء الله ما عندكم ريايل ما شو موجود افتحوا لنا على صفحة مشاهدينا كل الشكر لمصفف الشعر الاستاذ رائد قاسم في صالون ريتشي مشاهدي انت اليوم مره
خميس لا في مصر يقول في الشتك عمية عايمة شي يقولون فيكم سكت لا تكلم ما فيك اليوم لا تكلم وصلنا معكم طبعا لنهاية الحلقة اليوم إن شاء الله جدد اللقاء الأسبوع القادم في أمان الرحمن في أمان الرحمن.